فلا فتحنا 5 خلينا نفتح 10 هلا. دايما جماعة الخير. مرحبا شباب وبنات، كيف ان شاء الله تكونوا بخير طبيعي حالكم. بس قبل بداية هذا الفيديو، صلوا على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اذا انت مو مشترك تحت، انزل تحت اشترك وفاز الرجاز وحط لك هذا الفيديو. فيديو اليوم يا شباب حرق او المتجر التخفيضات، مثل ما بتعرفوا نزل متجر التخفيضات. صراحة كان الحظ اسطوري، ما بحرق عليكم اكثر من هيك. وبالنسبة لمسابقة امبارح يا شباب، ما احسن تختار فائزين، لانه ما شاء الله كان في شيء 7000 تعليق. انا عندي حل يا شباب، انكم كل واحد ياخذ سكرين شوت لتعليق ويبعث لي على الانستغرام، وانا راح اشوف اكثر 3 تعليقات من رسائل الانستغرام عليهم لايكات، وراح اربحهم 500 جوهره كل شخص. فالله يسكم يا شباب، خذ سكرين شوت لتعليقك وروح تابعنا على الانستغرام وبعث لي اياه. وكمان يا شباب، هذا الفيديو كمان فيه مسابقه، وباركوا لي كمان يا شباب، دخلنا للشراكه. صراحه يا شباب ما مصدق، والله فضل الله ثم الفضل لكم، شكرا لكم يا شباب. ورابط الانستغرام المطور بدر تحت في الوصف، روحوا تابعوا للشاب، ما بيستاهل كل خير صراحه، وقف معي وبس. بس كان معكم اخوكم حسوني، بترككم مع الفيديو، مشاهدة ممتعة. اوكي يا شباب، مثل ما شايفين قدامكم معانا 6300 جوهرة، ان شاء الله راح نحرق ابو المتجر. لهلا انا ما بعرف، ومثل ما شايفين يا شباب باركولي، اخذت منها اليوتيوبر، ما صار لي شيء 3 دقايق، ياخذوا 4 دقايق. فخلينا هلا نزل يا شباب، انا ما جربت الحظ، خلينا نجرب حظي قدامكم، ولهلا ما جربت، فجرب حظك بسم الله. وقف. اح اح، واحد واحد، لا 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 لا، 61. حلو حلو، يعني متوسط متوسط، حلو حلو متوسط. فيا شباب ان شاء الله يطلع لنا شغلات حلوه. انا ما يعني 61، انا بنسبه الحظ يعني 0.5%. حلو. اح، سكار زاري في، والله لا احرق قبل المتجر. خلينا نشوف على الشب شو فيه. راح اشتري بالشبر لانه راح اجيب اللبس، بس عندي البنطلونات ما بحبهم، بدي اختار. بس انا شباب اول شيء بشوف شو فيه، تمام. شو راح اختار؟ راح اختار هذا 10 سنادي عشان تجيني الشلقين لحد الاقصى. 30 صندوق تم شراؤه، ايكي دراجون فول كمان. والله يا شباب انا من عشاق الايكي دراجون صراحه، انا الايكي دراجون من عشاقه. وشو كمان؟ اوكي شباب، صراحة ما بعرف، ما حاطين شغلات كتير، بس احنا حكينا انه احرق ابو المتجر، لازم نحرق ابو المتجر. صرنا على عمر، فخلينا نشتري اللبس، صار فينا نشتري اللبس، تمام. اشتريناه. شو كمان؟ شو كمان؟ شو كمان؟ مرة على عند البنت، خلينا نشتري لبس البنت كمان. اوه الكنزات، خلينا نشتري 3 صناديق، حلو بكفي. وخلينا نشتري يا جماعة السكر الزهري، أنا بعشق السكر الزهري، بعشقه. أسلحة البعيد بعشقها يا شباب. فشو نشتري كمان؟ نشتري شو نشتري؟ نشتري كمان صندوقين يا شباب. والله ما بعرف شو عم يصير معي، بس أنا مبسوط، أنا حظي كان حلو، والله أنا حظي صراحة حلو. وخلينا كمان نشتري هدول 30 سحبة عشان نسحبهم، وخلينا نشتري من هدول كمان عشان نسحبهم هلا قدامكم. اجتمع 1100 جوهرة، خلينا نشتري سكن البنت 600 جوهرة حقهم. والله يا شباب انا بالنسبة لي حظ اسطوري، والله حظ اسطوري يا جماعة، والله حظ اسطوري. هلا بنشوف شو طلع لنا كلياته. جابالي اشتري الصدر يا شباب، خلينا نشتري الصدر لهذا، لانه من اول لعبة هلا ما اشتريته فحرام. ونشتري لبس البنت، والله يا شباب شكل لبس البنت شكله بجنن والله. تم معنا 370 جوهرة، فهلا اخر شيء اذا في شيء ما اشتريناه راح نشتريه. فخلينا نروح عند الاصدقاء، عند الالبسة، الانترنت ضعيف شوي يا شباب. مروح عند الصناديق، اوه كل هدول حلو. 20 صندوق، 5 صناديق من هدول، 20 صندوق بمسكر الزهري، 20 صندوق، 30 صندوق عفوا من هذا الشتقن السريع. فالباقات شو عنا؟ عنا كل هالباقات، الباقات كلنا احنا ما اشترينا شيء. اشترينا اللبس. تمام تمام تمام. فا اوكي يا شباب، خلينا نجرب حظنا اول شيء، خلينا نفتح واحد واحد اما الخمسة، تمام. 3 ايام حلو، 7 ايام حلو. هلا يا شباب اذا ما طلع الاي كي دائم
يعني عادي خلي يطلع لنا بايام شي 30 يوم منيح، انا راضيين. 24 ساعة كمان، 24 ساعة حرام. يلا يلا منا دائم، منا دائم هيك دراجون الله يا اخي. فهلا فتحنا 5، خلينا نفتح 10 هلا. اوو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 و
بعشق الايكي دراجون والله يا شباب. انا الايكي دراجون بعشقه ديم يا شباب والله دايم لك. وحتى يا شباب 20 صندوق لسه في كمان صناديق والله حظ اسطوري. شو هاد والله الحمد لله. الحمد لله يا شباب والله حظ اسطوري صراحه. الخمس صناديق هذول خلينا نفتحهم. ما اكيد راح يطلعنا سكنر لانه حصلنا على سكن. فخلينا نفتح هذول تسعه. هذول الشيء تافهه. على الكنزات انا يا شباب انا نفسي بهالكنزه صراحه. انا نفسي بهالكنزه. فبسم الله واحد كنزه البنت الحلوه يا شباب انه بيطلع لك بس كنزات ما في اشياء تانية. وحتى اذا عندك شغلات اذا انت مملوكه ما بيعطوك اياهم. فانا دايما راح يطلع حلو الكنزه هي. حلو 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 هي اي تافهه الكنزه عندي اياها بس للشب. كمان عندي اياها هي. بدي الكنزه هي يا شباب. يا حرام ما طلع. يلا عادي عادي. يلا يا شباب اذا بيطلع لنا هلا السكار الزهري بيكون الحظ مز. والله يا شباب اذا بيطلع لنا السكار الزهري بيكون حظ اسطوري. فخلينا نسوي طريقتي الخاصه. نفتح اول خمسه. واحد تنتين ثلاثه ان شاء الله. دايم يا شباب بغل. والله يا شباب راح تصيبني جلطة. والله يا شباب راح تصيبني جلطة. بتالت صندوق طلع لي دائم يا شباب. شو هالحظ الاسطوري. دايم يا الحظ. 16 صندوق انا شو بدي اسوي فيهم. نمو والله يا شباب. والله شكرا للحظ والله. والله انك ما نقي يا الحظ. فخلينا نفتح 16 10 كلهم بقى. عادي ما راح يطلع لنا شيء كله سكنر. فيلا بدنا شوت جن سريع يا شباب. انا نفسي بالشوت جن سريع. فبسم الله كلوز 10 من التزويد. طلع دائم شيء ثواني. شو هن المملوكه ما بعرف يا شباب اذا طلع دائم. فخلينا نسحب خمسة. واحد اي كي عادي. اي كي كمان 3 ايام عادي. 24 ساعة. ما بطلع دائم. تمام. 7 ايام. هلا رح نسحب 10. بسم الله يا رب يطلع دائم. يا رب يا رب يطلع دائم. ما طلع دائم. كمان ما طلع شيء. كل شيء ما طلع شيء دائم. حرام من هيك من هيك يا الله. يلا بسم الله. يلا حرام. بس انا يا شباب انا بالنسبه للحظ الي 8 من 10. الحظ اسطوري والله. كمان 10 من 10 واذا كان ما طلع الشتجن. والله اسطوري يا شباب ما شاء الله. طلع اي كي دراجون وسكار الزهري. فخلينا نروح نشوف شو طلع لنا سكنات. بسم الله. طبعا يا شباب هلا راح يهلكوني بالبعث لانه صرت يوتيوبر. نعمل 5 دقائق فنشوف شو طلع لنا دائم. طلع لنا 13 يوم. حرام والله يا حرام 13 يوم بس. هلا اذا بالجواري اللي معي راح اشتري. يا الله الاي كي دراجون دائم تزويد. وعندي هالاي كي كمان يا شباب اثنيناتهم اسطوريين. عندي اطلع لي 25 يوم. طلع لي ام بي 5 33 يوم. حلو. سكار الزهري يا الله شباب انا بعشق سكار الزهري قسما بالله. دائم حلو شباب لانه انا سكارات عندي كلهم بيض. احمر هذا طاول ما كويس. هاد الاصفر عادي يعني. بس سكار الزهري مثل سكار التيتان. ف ام بي 40 اعتقد ما نزلوا باكجة للام بي 40. فخلينا ابي يحيى الغالي اصبر عم صور فيديو. فبس هدول اللي طلعوا لنا. طلعوا لنا شغلات تانية ولا لا؟ خلاص هدول طلعوا لنا. فالشباب انا اكتبوا لي تحت في التعليقات رايكم في الحظ. فخلينا هلا نروح نشوف سكنات. ديم بالشباب ما بيشبهوا سكنات الدينو الثانية. والله بيشبهون ما بعرف. في سكن دينو بالحظ نزلوه يا شباب بيشبهوا لهاد. فخلينا نروح نشوف سكن البنت. انا تقييمي للسكن هذا 7 من 10. بنروح عند البنت.
لا 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 لا، عطول عطول يا اخي، سكنات البنات احلى. لا والله والله سكن البنت والله حلو يا شباب، صراحة والله حلو. فشو نسوي يا شباب؟ هدوا يا شباب، فخلينا نروح هلا نسحب على الحاضنة ونشوف الحظ. سنة ليش اشتريت 30 سحبة وعندي السكن؟ فخلاص بخليهم لغير هذا. بنروح لهون يا جماعة، انا ماني شاريين هدول. ماني شاريين، تمام. اوكي يا شباب، معانا 30 سحبة، انا متأكد 100% اني راح اجيب هذا الشوت جن وواثق من نفسي يا شباب. فهي اول خمسة العيون، اي ما العيون حدا. فبسم الله، هدوا شوية يا شباب. اوه حلو، صفرة. حلو 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 حلو، يلا خمسة تانية. يلا بسم الله، بداية نص منفقة. الله ياخذ الحظ، يلا حرام يا اخي. يلا بسم الله، خمسة كمان. طلع لنا شي قناع، الله يرحم ابوكم. صفرة، يا الله يا جماعة على وين يطلع القناع؟ بسم الله، يلا هادي كل سحبة راح يطلع صفرة، ما بعرف هيك مليار يلا هاي سحبة وحدة. بسم الله، والله حظ بيض حرام. والله يا شباب الشدقن اسطوري اسطوري. انا ليش بدي اجيب الشدقن يا شباب؟ لانه الشدقن عين الموت ما طلع لي دائم. فهاي خمس سحبات بسم الله. ايه والله كنا نزعل من بعض يا يعني. او شو طلع؟ اوه صورة 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 حلوة 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 حلوة، ما كان لي خبر مو بعتولي. حلو صورة، يسعد دينك. حلو يا شباب، هدوا شوي هدوا، صرنا مشاهير. هدوا حلو، يا رب يطلع 10 صفرات واثنين صور. يلا بسم الله، هي خمسة، يا رب يطلع شيء حلو. بسم الله، توكن 3 ايام 3 ايام. هذا اللوت بوكس كم مرة يشيلوه يا اخي من الحاضنة؟ صار لي 15 مرة. يلا خلينا نسحب 3 سحبات، مات الواحدة بعدين نسحب واحد. يلا بسم الله، والله اذا يطلع لي توكن ما يطلع لي هاد. يلا ايه ايه حرام يا اخي، بقفوا لك قلبه بحطوا لك قبل بوحده. ف يلا يلا دعم بس يا شباب، يعني 30 اذا ما طلع 5 سحبات، اذا ما طلعوا هلا انا متاكد ما راح يطلعوا. معناتها 30 سحب من هدول على قناه واحد، حرام حرام. ايه حرام والله حرام. فيا شباب معانا 370 جوهرة، راح نسحب 5 سحبات كمان بالجواهر. كني شباب بالجواهر الحظ احسن من البطاقات. يلا شوي كنا عم نحكي الحظ اسطوري، هذا اسطوري، هذا اسطوري، الله ياخذك. يلا منيح منيح. فبسحبت شو نشتري يا شباب؟ هذا حقه كلاتي. كلاتي والله يا شباب، في كتير ناس نصحوني بالاصفر، فكني راح اشتري الاخضر. الاصفر ايش؟ الاخضر عفوا. يا شباب غيرت رايي، ما راح اشتري الشوتجن طلعتين، لانه ما بس يعني مو ما بستاهل. انا حاط عيني على الشوتجن الحمراء، الشوتجن الحمراء اسطوريه يا اخي. فترقبوا غير فيديو يا شباب، فلا تنسوا المسابقه كمان يا شباب، وشكرا لكم على المشاهده، وتكتبوا تحت في التعليقات تقييمكم للحظ. صراحه انا بالنسبه لي الحظ كان 8 من 10، التنتين ادوكي لانه ما طلع الا صوره واحده بس. يلا منيح، فالله يسكم يا شباب. رابط حساب الانستغرام بالوصف، مثل ما قلت لكم لا تنسوا، وبشوفكم في فيديو قادم. السلام عليكم.